أجمل حاجة في المسيحية إن كل الناس بتطلب شفاعة أم النور وهي ما بتكسفش حد. من معجزات العذراء ميت بشار مع سيلفانا موريس كمال من الجيزة، كانت متجوزة وراحت عند كل الدكاترة قالوا ما فيش حمل غير حقن مجهري. عملت الحقن، الطفل مات في الشهر السادس. عملته تاني، الطفل مات في الشهر الثامن. عملته تالت مرة، دخلت في فترة صعبة والدكتور قال ليها لازم تعملي سونار علشان الطفل فيه إعاقة جوه. فكرت انها تنزل الطفل، راحت كنيسة ميت بشار، ابونا جرجس دهنها بالزيت وقال ليها روح لامك وهي مش هتكسفك. راحت عند صورة العذراء وطلبت من امها روحت. عدت فترة الحمل والطفل نزل سليم. نفسي كل عيد ام تيجي قدام صورة العذراء مريم في الكنيسة وتقول لها كل سنة وانت طيبة يا اجمل ام.